فاكرين شارات البداية دي بتاعة مسلسلات كرتون سبيستون؟ يلا بينا نسمع جزء منها عشان نفتكر أكتر. كل الشارات دي كانت بنفس الصوت الجميل، بصوت الفنان السوري طارق العربي طرقان، احد مؤسسي قناة سبيستون واللي بيحتفل النهاردة بعيد ميلاده 62. استطاع خلالهم انه يسيب علامة في قلوب جميع اطفال وشباب الوطن العربي، وخاصة اجيال التسعينات. الاستاذ طارق فنان سوري من اصول جزائرية، ودرس في كلية الفنون الجميلة، بس لظروف خاصة ما قدرش يكمل، فاتجه بعدها للتأليف والغنى والتلحين، والحانه دي اتأثرت بالموسيقى الامازيغية والجزائرية، فبالتالي اعتبر مؤسس مدرسة موسيقية جديدة في مجال أغنية الطفل، وأول أعماله كان تتر المسلسل الشهير موكي، وأشهر أعماله كان الكابتن ماجد وون بيس وباتمان وأبطال الديجيتال وسابق ولاحق وغيرهم كتير. كمان ليه العديد من الأناشيد الدينية زي مثلا يا طيبة والله يا مولانا. كمان بيذكر انه انشأ شركة طرقان للانتاج الفني، وبيحيي العديد من الحفلات الغنائية في الوطن العربي مع فرقته المكونة من اولاده التلاتة ديمة وتالة ومحمد العربي طرقان. شكرا من القلب لعائلة طرقان لانهم علامة من علامات طفولتنا. اهم حاجة ما تنساش الاشتراك في القناة وتحط لايك على الفيديو.